من الصور الجميلة والنادرة جدا. يظهر المغفور له بإذن الله السيد ثويني بن شهاب آل سعيد، وهو يصافح العميد سعيد بن مانع المعمري والعميد ركن نصيب بن حمد الرواحي في ثمريت. وهذه من الصور النادرة والجميلة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراها، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وخلف جلالته قائد الجيش السلطاني العماني اللواء نصيب بن حمد الرواحي، لتخريج الدفعة 25 من ضباط قوات السلطان المسلحة عام 1984. وهذه صورة نادرة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراها، يزور إحدى ثغور الجيش السلطاني العماني في ثمانينيات القرن الماضي، يرافقه اللواء نصيب بن حمد بن سالم الرواحي، والفريق هلال بن خالد بن ناصر المعولي، واللواء الركن عبد العالم مستهيل رخيوت. وهذه صورة نادرة للمغفور له بإذن الله صاحب السمو السيد فهر بن تيمور بن فيصل آل سعيد، وبجانبه اللواء متقاعد نصيب بن حمد الرواحي، ثم الفريق متقاعد سعيد بن راشد الكلباني. وهذه صورة نادرة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراها، يزور فيها أحد ثغور الجيش السلطاني العماني في ثمانينيات القرن الماضي، يرافقه اللواء نصيب بن حمد الرواحي، والفريق علي بن ماجد المعمري، والفريق هلال بن خالد المعولي، وبعض قادة الجيش السلطاني العماني. وإليكم مقتطفات من أجمل الصور للقائد اللواء نصيب بن حمد بن سالم الرواحي، أول قائد للجيش السلطاني العماني.